3 للمشاركين كي يدخلوا من جديد للورشة باش يتواجهوا في اختبار مصيري. كل واحد غادي يعطي كل ما عنده باش يلتحق بر الأمان. ابراهيم الرابع عطاونا قابلية كحلين حدادا على روح هذيك الشلاطه اللي قلت لهم واقيلا في الاول باقي الحاقدين عليه فيها. دخلنا الورشه ولكن هذه المره ما دخلتش انا وهناء، دخلت انا كريمه وحمزه. هناء ما كانتش معايا لانه هناء كانت الفوق، فهي دخله اللي هي غريبه بالنسبه ليا لانه ديما كنكون تيكون الريزو قريب ليا، فماش غنقول لكم شويه صعيبه. شفت صفاء داخله ما نقولش لك احساس خايب، ما عرفتش انا صفاء الا بعدتيني عليها كتجيني البكيه ما عرفتش علاش. هنا كتوقفني واحد البكيه النخسه وحق الله العظيم. صفاء كريمه الناس بجوج نجمات راكي عارفه، ما عرفناش شنو غادي يكون في التشالنج، شنو غادي نطيبو كيفاش، فكنتمناو داكشي يكون شويه سهل. السلام عليكم ومرحبا بكم في برنامجكم ماستر شيف سيليبريتي على قناتكم ام بي سي 5. في هذا الاختبار هو اختبار تحت الضغط، نتوما لابسين الكحل، بغيت غير نقول لكم راه جا معكم ويني 55 عليكم. شكرا شيف، ميرسي. اشوق عليكم كريمه. شيف هذا هو قانون اللعبه، يعني حنا درنا اللي في جهدنا وكنا راضيين على لو بلا ديالنا، ولكن كما كتعرفوا في الاول وفي الاخر ملي اصدقائنا ربحوا بحال ربحنا حنا، لانه في الاول وفي الاخر الغرض ديالنا هو اننا نعاونوا الجمعيات ديالنا. كانت الاطباق ديالهم متفقين على ديالكم؟ اكيد. مزيان صراحه. دابا انا كنحسد زكريا ومسيو الغاوي وهناء لانهم في بر الامان كيتفرجوا فينا من الفوق مبردين وحنا في الصهد ديال الكوزينه. اذا اللي عندكم وهو غادي تحاولوا تعطيوه ما في جهتكم، لانه كيف كتعرفوا في هذا الاختبار ما ساهلش، كاين الضغط. واحد في النهايه ديال هذا البرايم غادي يغادر هذه المغامره. اذا كل واحد اراسي اراسي. فهم فهم شاف. واحد دقيقه شاف، عطاتكم الوقت. انا معاك احمد، انا معاك. حيد غير هنا حيد هنا انت حنا اللي ضاربين النجوم كيطلعوا علينا فهمتي، زعما عايشين الحياه. ولكن شوف كما قلت في الاولى قديما نقول انا هنايا باش ننشط باش نفوج على الناس وباش نربح جمعيه.